أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. قررت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية التي رفعها عماد الديمي ضد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري إلى جلسة يوم 20 ديسمبر القادم استجابة لطلب الدفاع للاطلاع على عريضة الدعوى وإعداد وسائل الدفاع. وأخرت القضية أيضاً لتمكين محامية الديم من تقديم مطلب القيام بالحق الشخصي للقائم بالدعوة. وكان عماد الديم قد رفع قضية ضد سامي الطاهري اتهمه فيها بالسلب والتشويه والادعاء بالباطل والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية تعليق للطاهري على صفحة الديم أشار فيه إلى أن آل الديم لصوص ومبيد أموال، وذلك في إشارة إلى تمويلات خليجية تلقتها جمعية تونس الخيرية التي يديرها شقيق عماد الديم. ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم، وإلى اللقاء.